إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الطلبة، سنقوم بحل هذا التمرين الشامل في الهندسة الفضائية الذي يحتوي على أكثر من 20 سؤال، يعني أكثر من 20 سؤال. نعم. قال: نعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس OEGK النقاط A و B و C و D. السؤال الأول قال: بين أن النقاط A, B, C تعين مستوي. هو سؤال دائما يأتي بصيغتين: بين أن النقاط A, B, C تعين مستوي، أو بين أن النقاط A, B, C ليست في استقامية. يعني هما سؤالان لهما نفس المعنى، يعني ليست في استقامية. لحل هذا السؤال دائما نركز على شيء، على الارتباط الخطي، أن يكون الشعاع AB، ها هو الشعاع AB قمنا بحسابه، والشعاع AC قمت بحسابه، لأن تعرفون كيفية الحساب اللي هو AB يساوي النهاية ناقص البداية اللي هي إحداثيات مركبات البي هكذا، ناقص لإحداثيات الأ، هنا عندكم زائد، تصبح لكم 1 2 4، ها هو أمامكم. ونفس الطريقة بالنسبة إلى آسي. لاحظ إلا أنه وجدنا هذه، سنجعل هذه النسبية فقط، نجعل مثلا هذه نتابع جيد، سأقوم بعملية شرح. إذا عندنا نجعل هكذا فقط، يكفينا 2، نأخذ هذا وهذا، مثلا 1 2، وهنا نأخذ 2 و 1. نلاحظ أن هذه النسبية غير متساوية، ومنه ماذا يمكن أن نقول؟ نقول أن A B لا يساوي K في AC. إذن A B لا يساوي K في AC، يعني لا يوجد ثابت بينهما. هنا K في AC. بما أن الشعاعين غير مرتبطا خطيا، فإن النقط تعين مستوي، ومنه A B C تعين ماذا؟ تعين مستوي فقط. نأتي إلى السؤال الذي بعده قال: عين شعاعا ناظميا للمستوي A B C. لاحظوا، لو نقوم برسم مثلا هذا المستوي، نقوم برسم مستوي هكذا حيث فيه 3 نقاط مثلا A و B و C. عليكم بالشعاع الناظمي، يجب أن يكون هكذا ناظميا على هذا المستوي، حيث ماذا نقول؟ نقول هكذا أنه يكون عمودي على ماذا؟ على الآبي، عمودي عليه، وعمودي على ماذا؟ على الآسي. يعني A B سلمي N يساوي 0 و، شرط كلمة و هنا، يعني و وماذا؟ و A C سلم آن يساوي 0. يعني يكون ناظمي مع الأول وناظمي مع الثاني، لا يمكن أن يكون ناظمي مع 1 ونقول أنه شعاع ناظمي، لا، يجب عليه أن يكون ناظمي على الشعاعين A B و A C. حيث مركبات الآن، مركبات قلت الآن هي A و B و C، والمطلوب هنا إيجاد الA والB والC. ماذا يصبح لدينا؟ لاحظوا، يصبح قلنا ان سلمي AB يساوي 0 وان سلمي AC يساوي 0. ماذا يعطينا؟ ها هي المركبات، ننتبه جيدا، قلت ها هي مركبات، لاحظوا ها هي مركبات AB في ان، يعني تعطي لكم هكذا، تعطي لكم A B C سلمي ماذا؟ 1 2 4 يساوي 0. يصبح هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا، يعطي لنا ماذا؟ يعطي لنا 0. ها هي العلاقة الأولى. نفس الطريقة بالنسبة إلى هذه الجهة، يعني هذه نضربها في A و B و C، نجعلها تساوي كم؟ 0. نتحصل على المعادلة الثانية التي تلاحظونها هنا. الآن كي نتخلص من أو لإيجاد الA والB والC، علينا ماذا؟ بتثبيت C. نعطي قيمة للسي. لاحظوا سأقوم هنا بالحل أمامكم، بالرغم هو هو الحل هو، لكن يعني نتعلم كيفية إيجاد الأ والبي والسي. لاحظوا جيدا فقط، يصبح ماذا؟ قلنا وجدنا أ زائد 2 بي زائد 4 سي يساوي 0، واثنان أ زائد بي ناقص سي يساوي 0، بوضع ماذا؟ بوضع سي لا تعطوه 0، احذروا، أعطيه 1 2 3 لكن 0 لا، لو أعطيتم قيمة 0 فكلهم يذهبون إلى 0. إذا أعطي له 1، ماذا يصبح لديكم؟ هيا عوضوا، تصبح أ زائد 2 بي زائد ماذا؟ الأ السي أعطينا 1، تصبح زائد 4 يساوي 0، وماذا؟ واثنان أ زائد بي ناقص 1 يساوي 0. لماذا؟ لأني قمت تعويض السي هنا وكذلك هنا. الآن لإيجاد مثلا الأ، مثلا لإيجاد أ، ما رأيكم أن أضرب هذه أو إيجاد بي لأتخلص من مثلا من الأ؟ نضرب هذه المعادلة في ماذا؟ نضربها في ناقص 2. في ناقص 2 ماذا تصبح لكم؟ تصبح لكم ناقص 2 أ ناقص 4 بي ناقص 8 يساوي 0، ونترك هذه كما هي، 2 أ زائد بي ناقص 1 يساوي 0. بالجمع ماذا يحدث؟ هذا يذهبان، ماذا تعطي لكم؟ تعطي لكم 5 ماذا؟ 5 بي ناقص 9 يساوي 0، ومنه بي كم يحدث لنا؟ يعطي لنا 9 على 5، هذا أولا 9 على 5. كذلك قلت نعم 4 سي عوضنا ب1 هكذا هكذا هكذا. نعم بي أعطت لنا 9 على ماذا؟ على 5. ولكن يعني بعد ما نكمل العمل، لاحظوا معي سنكمل الحساب، تابعوا جيدا. بعدها سنتحصل على كذلك على الأ، ثم يحدث لنا أن نجده عبارة عن كسرة كسور، نقوم بضرب عدد فتختزل كل الكسور، يعني على 5 على 5 على 5. يبقى لكم هذا هو الشعاع النظيمي بكل بساطة، لأنه تجدون هذه ثم يخرج لكم عبارة عن كسر. لكي تتخلصوا من الكسر أضربوا في قيمة سيحدث مباشرة. هذا هو شعاع النظيم بكل بساطة. نأتي إلى استنتاج معادلة ديكارتية للمستوي ABC. كما تعلمون أن أي مستوي يعين بنقطة وشعاع نظيمي. نأخذ أي نقطة كانت، مثلا نأخذ نقطة A، نقول A M سلم ماذا؟ سلم الشعاع النظيمي يساوي كم؟ 0 بكل بساطة. أو نأخذ هذه الطريقة التي أجعل هنا أشعة النظيمية هنا زائد دي، ثم نعوض بالقيمة A كما تلاحظون هنا في المعادلة، يظهر لكم هذه هي معادلة ABC. أو اتخذوا هذه كذلك X ناقص XA و Y ناقص YA و Z ناقص ZA في مركبات شعاع النظيمي التي هي 2 وناقص 3 و1 يساوي 0، واجعلوها بالجداء سلمي تساوي 0، ستجدون كذلك هذه معادلة المستوي بكل بساطة. نتطرق إلى السؤال الذي جاء بعده، حيث يقول، ننتبه جيدا، قال استنتج معادلة، انتهى، أثبت أن المثلث ABC قائم. لم يقل استنتج، قال أثبت. لاحظوا للإثبات يعني هنا اتخذنا هذه الطريقة، وجدنا حساب AB و AC يعني بالمركبات، وجعلنا الجداء السلمي وجدناه 0. ماذا يمكن أن نقول؟ يمكن أن نقول، يعني أنا أشرح هنا، يمكن أن نقول المثلث أنه قائم في ماذا؟ في النقطة المشتركة، في قائم في ماذا؟ في A، قائم في A. أو بطريقة ماذا؟ بطريقة الأطوال، نقوم بحساب الطول AB والطول AC والطول BC، ونلاحظ، لأن هنا أثبت أن المثلث قائم، لم يقل قائم في A ولم يقل قائم في B ولم يقل قائم في C. إذا هنا علينا مثلا أن نحسب الأطوال AB وAC وBC، ثم نقوم بنظرية العكسية لنظرية فيثاغورس، فنجد أنه قائم، لأن في هذه الحالة ليس دائما نتوصل إليها، لأن هنا قمنا بماذا؟ بأنه قمنا عرفنا وكأنما أنه قائم في آ. لو قيل هنا قائم في آ نفعل بهذه الطريقة، لما يقول أثبت أن المثلث قائم فقط ولم يذكر أي نقطة، ما عليكم إلا حساب الأطوال، ونطبق النظرية العكسية لفيثاغورس. الآن نأتي إلى السؤال الذي بعده، قال احسب مساحة المثلث ABC. تعلمون أن مساحة المثلث هي، ها هو المثلث قائم في A B و C، تساوي مساحة ماذا؟ مساحة A تساوي القاعدة في ماذا؟ في الارتفاع على ماذا؟ على 2. الطول AB، ها هو قمنا بحسابه، فاصلة النهاية ناقص فاصلة البداية مربع والترتيب وكذا. كذلك هنا تعرفون ذلك، طول على 2، تحصلنا على هذه النتيجة. قاعدة الأطوال تعرفون كيف تحسبون الأطوال، اللي هي AB هكذا يساوينا جذر ماذا؟ XB ناقص XA مربع زائد Y كذا إلى حتى لا زاد، حتى إذا زاد سنتيمتر مربع إذا ذكرت الوحدة. الآن بعد النقطة، الآن نأتي لهذا السؤال، بعد النقطة عن مستوي. بعد النقطة عن مستوي ماذا يقول القانون؟ انتبهوا جيدا إلى هذا السؤال، بعد النقطة عن مستوي. إذا دي هي المسافة، دي للنقطة دي وماذا؟ والمستوي A B C تساوينا ماذا؟ لاحظوا تساوي هكذا، عفوا تساوي هكذا وهكذا وهكذا. هنا ماذا نفعل؟ هنا الأشعة نجعل الشعاع الناظمي للمستوي مربع، نربع مركباته. لو تلاحظون هو هذه هي مركبات ان نربعها، يعني هكذا وهنا ماذا نكتب؟ نكتب ماذا؟ إحداثية النقطة دي في ماذا؟ إحداثية النقطة دي في تركيبة ان، يعني هكذا، يعني هذه 2 في اكس دي اللي هو ناقص 4، وهنا كذلك هذه في إجراج دي التي هي 2، وهذه ها هي النقطة دي، ها هي النقطة دي أنا أشير إليها هكذا، زائد ماذا؟ زائد دي. دي هو ماذا؟ دي كما تلاحظون هو الزائد في المستوي، يعني معادلة المستوي دي، ها هي لو نرجع إليها، ها هي أمامكم، ها هو الدي هو ناقص 1. ونكمل حتى توصلنا أن البعد هذا هو جذر 14. الآن حساب حجم رباعي الوجوه. لاحظوا رباعي الوجوه الذي هو يشبه هنا الهرم، مساحة ماذا تساوي؟ يقول القانون، قانون كلكم ربما تحفظونه، هو مساحة القاعدة في الارتفاع في ثلث، لماذا؟ في ثلث، يعني في يساوي لنا 1/3 في اس مساحة القاعدة في الارتفاع. لو تلاحظون إلى الشكل، أنا هنا قمت بالشكل هكذا، ها هي القاعدة مساحة ماذا؟ مساحة المثلث. إذا هنا هذه مساحة المثلث التي هي، ها هي محسوبة أمامكم في ماذا؟ في البعد هو ماذا؟ هو من هنا هكذا ولكن عموديا على هذا، ما هو المستوي هذا؟ هو المستوي ABC. البعد هو ماذا؟ ها هو البعد أمامكم، إذا هذا هو البعد في 1/3. المساحة عندكم جذر 14، والبعد هو جذر 14 على ثلث، جذر 14 في جذر 14 لكم 14 في 3/2، هذه هي مساحة المثلث، تعطي لكم هكذا 7. قوموا بالحساب، ستقومون 7 سنتيمتر مكعب، لأنه ماذا؟ حجم. نكمل مع السؤال الذي جاء بعده. ماذا يقول السؤال؟ قال عين مركز سطح الكرة S الذي معادلته كالتالي. بكل بساطة هنا سنقوم بالشرح أمامكم. بكل بساطة نأتي إلى هذه المعادلة. كيف قلت؟ قلت بكل بساطة نجعل هكذا X ناقص. هل يوجد هنا إكس في هذه الثلاثية؟ هذه الثلاثية لا يمكن أن نتكلم معها أبدا، لا يوجد. إذا نقول هكذا زائد إيجراك. هل يوجد؟ نعم، نقسمه على 2 فقط، نقسم هذا العدد الذي في إيجراك على 2 بالمحافظة على الإشارة، نقسمه على 2 هكذا زائد زاد، نقسم هذا على 2 كم؟ ناقص 3 مربع يساوي r مربع. قاعدة هذه. نكمل، يعني لاحظوا معي كيف أكمل. نقوم بالإكمال، لاحظوا جيدا. أين ينعدم هذا؟ ينعدم هذا الذي بداخل الأقواس فقط عند الصفر، وهذا عند ماذا؟ عند ناقص 1، وهذا عند ماذا؟ عند 3. هكذا المركز يخرج بطريقة بسيطة جدا. قلتنا إذا هنا لا يوجد عندكم الإكس ضعوا 0. نقوم بقسمة هذا على 2 فقط، العدد فقط، لا تبال إلى الإيجراج، ونقسم هذا على 2 فقط. هذا لا نتكلم معه، هذا الزائد لا نتكلم معه دي، هذا الدي سنستخرج منه نصف القطر. لاحظوا كيف بقي لنا، بقي لنا نصف القطر. ها هو ماذا يقول نصف القطر؟ يقول ربعوا هذا زائد هذا زائد هذا، يعني بينهم زائد بالتربيع، يعني تعطي لكم 0 مربع زائد ناقص 1 مربع هو 1 زائد مربع هذا هو 9 ناقص ماذا؟ ناقص r مربع. هكذا قاعدة. يساوي ماذا؟ يساوي لكم هذه الزيادة التي هي ماذا؟ ناقص 15. لو كانت لا توجد، يعني لا يوجد 15، ضعوا 0. قوموا بحل هذه المعادلة. كم تعطي لكم؟ 10 ناقص r كاري يساوي ناقص 15. سنرجع هذا العدد من هذه الجهة وهذا العدد من هذه الجهة، كم؟ تصبح 15 نرجع منه تعطينا 25 يساوي ماذا؟ r مربع، ومنه r كم يصبح؟ يساوي ما هو العدد الذي نضربه فيه سيعطي 25 و5. إذا ها هو أمامكم بكل بساطة. نأتي إلى السؤال الثامن، قال احسب بعد. ها هو السؤال، ربما هو لا يظهر، ها هو أمامكم. قال احسب بعد احسب بعد النقطة أوميغا عن المستوي أ بي سي. كما تعلمون نفس الطريقة، بنفس الطريقة قمنا بحساب بعد النقطة، ها هو أمامكم. كذلك قلنا يساوي لنا فاصلة هذه في مركب آن هو 2، وترتيبة هذه، ها هي الترتيبة في هذا، وماذا؟ وزاد الراقم هذا في ماذا؟ في هذا زائد دي. الدي هو عندكم من قبل هو ناقص 1، وقمنا بالحساب فوجدنا هذه. احذروا المسافة دائما هذه تخرج عدد موجب، حتى ولو وجدتم ناقص 5 بالقيمة المطلقة على مثلا على جذر 14، احذروا هذه تعطيكم 5. لاحظ وجدنا كم؟ وجدنا 5 في جذر 14 على 14 بعد تنطيق المقام. الآن نأتي إلى السؤال الذي بعده. لاحظوا كم وجدنا. قال السؤال الذي بعده، قال أعطي، انتبه، أعطي تمثيل وسيطي لمستقيم دالتا الذي يشمل النقطة أوميغا ويعامد المستوي أ بي سي. تمثيل وسيطي. ننتبه فقط إلى هذا السؤال، عفوا. بماذا يعين مستوي؟ مستقيم تمثيل وسيطي بماذا يعين؟ يعين مستقيم بنقطة، النقطة هي، ها هي أمامكم، وشعاع توجيه، ولكن لا يوجد شعاع التوجيه. شعاع التوجيه يعطي له، يعطيه إياه هو المستوي لأن يعامده. لاحظوا لو نقوم برسم هذا الشكل فقط، ها هو المستوي أ بي سي، له شعاع هكذا، له شعاع ناظم اسمه، له شعاع ناظم يعني يشكل معه زاوية قائمة اسمه آن. هو قال تمثيل وسيطي المستقيم دالتا، ها هو مثلا دالتا الذي يعامد بي، ها هو دالتا يعامد بي، ويشمل نقطة من الفضاء هي أوميغا. لاحظوا كيف أصبح هذا الشعاع بالنسبة إلى هذا المستقيم، أصبح شعاع توجيه له. شعاع التوجيه هو نفسه آن، هذه علاقة موجودة بين المستقيم والمستوي، لما يكون متعامدين سيعطي بعضهم البعض أشعة. إذا كان توجيه يعطي له المستوي يصبح ناظمي، والعكس صحيح. إذا ومنه ماذا يصبح لدينا؟ لاحظوا مثلا نقطة أم هذه، يصبح هذا الشعاع نقطة أم، هذا الشعاع وهذا كيف مرتبطان خطيا. ما معنى مرتبطان خطيا؟ معنى هكذا، معناه أوميغا أم يساوي تي في أن، لأنه مرتبطان خطيا أو ك. بعد الحساب قوموا بالتعويض أنتم، ستجدون هذا هو التمثيل الوسيطي. لماذا تصبح هكذا؟ لأن أوميغا أنتم عندكم إحداثيها، قد استخرجناها من قبل، ها هي أمامكم، ها هي. تصبح يعني ماذا؟ تصبح إكس ناقص صفر وإيكغيك زائد واحد وزد ناقص ثلاثة يساوي لنا تي في أن، وأن هو عندكم، في التمرين، ها هو أمامكم، ربما نسيناه. أن يساوي لنا اثنان ناقص ثلاثة واحد، أن يساوي لنا اثنان ناقص ثلاثة واحد، اثنان ناقص ثلاثة واحد، وأكملوا الحساب. سينتج مباشرة عندكم التمثيل الوسيطي كما هو مبين فيه، حيث تي هو عدد حقيقي وسيط. الآن عين معادلة، عين طبيعة وخصائص تقاطع المستوي A B C وسطح الكرة. لاحظوا أنا قمت الآن هنا، لاحظوا جيدا، سنقوم بعملية المهل حتى يتسلل لنا الشرح الجيد. دائما نستعمل الكراس والورقة، كراس وقلم لكتابة الأجوبة حتى تفهموا جيدا. لاحظ، لاحظوا قمنا بحساب بعد النقطة دي أوميغا عن المستوي ABC، اللي هو هذا مركز سطح الكرة، وجدناه كم؟ لاحظوا قمنا بحسابه، وجدناه 5 في جذر 14 على 14. لاحظوا وجدناه 5 في جذر 14 على 14، هذه المسافة. ونصف القطر كم وجدناه لهذه سطح الكرة؟ هذا كم وجدناه؟ هذا وجدناه 5. وهذا البعد الذي قمنا بحسابه وجدناه كم؟ 5 في جذر 14 على 14. لو تلاحظون إلى هذه المسافة، هي ماذا؟ هي أكبر من هذه المسافة. لاحظوا نعم هي أكبر منها. إذا كانت أكبر منها فأن المستوي هذا A B C يصبح يقطع هذا سطح الكرة الذي أشير إليه في دائرة، ها هي الدائرة التي أصبح يقطعها، هذه يقطعها وفق دائرة صفتها. الآن كيف يمكن لي أن أعين لها نصف القطر والمركز؟ لاحظوا جيدا، نصف القطر نستنتجه بنظرية، نظرية فيثاغورس. لاحظوا هذا المثلث أمامكم كيف هو؟ هو قائم، وانتبهوا جيدا أنا أشرحه هنا. لاحظوا ماذا نقول؟ هذا الذي أشير إليه، هذا هو نصف قطر هذه الدائرة. ماذا يعطينا؟ R كبير، اللي هو هذا الوتر، يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا D مربع زائد R مربع، حسب نظرية فيثاغور. هذا مربع يساوي هذا مربع زائد هذا مربع. وها هي أمامكم، العملية. يخرج R، ها هي قمنا بتعويض هذه القيمة وهذه القيمة، فوجدنا هذه هي القيمة. نأتي إلى المركز. ما هو المركز؟ ننتبه جيدا، المركز مركزها هو ناتج عن ماذا؟ ها هو دلتا، هذا هو الدلتا الذي يشمل ماذا؟ أقول سأقوم بعملية المحي حتى يتسنى لكم الفهم. لاحظوا فقط، لاحظوا هذه أسئلة شائعة أكثر للشعب الرياضيات وما أشبه ذلك. لاحظوا، ها هي الدلتا، هذا الدلتا يشمل ماذا؟ يشمل أوميغا، لأن قمنا بحساب، ها هو أمامكم، ويتقاطع مع المستوي ABC في نقطة نسميها ماذا؟ نسميها أوميغا فتحة. لو تلاحظون هي تقاطع ماذا؟ هذه النقطة ناتجة عن تقاطع هذا المستقيم مع هذا المستوي، مع المستوي ABC. لإيجادها بكل بساطة نأتي بالتمثيل الوسيطي، هذا هو تقاطع ماذا؟ مستوي ABC. ABC ما هي معادلتها؟ ها هي أمامكم، ها هي أمامكم للتذكير فقط، ها هي أمامكم، هي 2x ناقص 3y زائد z ناقص 1. 3x 2x ناقص 3y زائد z ناقص 1 يساوي 0. ماذا نفعل؟ نأتي بهذه القيم هنا وعوض كل قيمة بما يساوي هكذا، فيبقى المجهول ما هو؟ يبقى المجهول t. ها هو التي تحصلنا عليه. الآن أين التي؟ التي سنقوم بتعويضه هنا ثم هنا ثم هنا. لما تقوم بتعويض تي ينتج إكس إيكغيك زد، وها هي أمامكم. لاحظتم؟ عوضت إكس وإيكغيك وزد في معادلة المستوي، فأصبحت المعادلة فيها مجهول هو تي. ثم لما تحصلنا على تي الذي هو ناقص 5 على 14 قمنا بتعويضه هنا، فتنتج مباشرة تلك الإحداثيات. هذه خطة لإيجاد نقطة تقاطع مستوي ومستقيم. نكمل مع باقي الأسئلة. قال 11 ليكون مستوي P أعطي لنا هذا، بين أن المستويين متعامدا. لاحظوا عندي ها هو مستوي وها هو مستوي، الأول هذا له شعاع ناظمي وهذا له شعاع ناظمي آخر نسميه مثلا أن فتحة. لاحظوا ماذا يشكلون بينهم؟ يشكلون بينهم يعني هكذا منحاهم يعطينا ماذا؟ زاوية قائمة. ماذا يمكن أن نقول؟ نقول معناه أنهما كذلك شعاع متعامد، يعني آن سلمي آن فتحة نجدهم يساوي 0. إذا وجدناهم يساويون 0 فالمستويان متعامدان. إذا يكون مستويان متعامدان إذا كانت أشعتهما متعامدة، يعني الجدع السلمي يساوي 0. ويكون مستويان متوازيان إذا كانت الأشعة متوازية، يعني مرتبطة خطية فقط. ها هو أمامكم. كم وجدنا؟ وجدنا 0. لأن الشعاع الناظمي لهذا هو لو سميناه أن فتحة هو 1 1 1. القيم التي مضروبة في إكس وإيكغيك وزد. ملاحظة فقط، لو كان عندكم مثلا هذا المستوي يساوي 0، هذا مستوي ما هو شعاعه الناظمي؟ احذروا شعاع الناظمي القيمة الذي مضروبة في إكس هي 1، وإيكغيك لا يوجد وزاد لا يوجد. هذه هي معادلة شعاع الناظمي لهذا المستوي. احذروا لو قال زاد يساوي 0 ما هو؟ آن يساوي الإكس لا يوجد، إيكغيك لا يوجد، والزاد ما هو؟ مضروب في ماذا؟ في 1. هذا هو الشعاع الناظمي، احذروا من ذلك. نأتي إلى سؤال أعطي تمثيل وسيطي للمستقيم دلتا فتحة تقاطع P و ABC. بما أنهما متعامدان هما ماذا؟ هما متقاطعان. إذا بما أنهما متعامدان هذا وهذا متعامدان يعني هكذا، فهما متقاطعان وفق ماذا؟ وفق مستقيم. كيف أستخرج تمثيله الوسيطي؟ بكل بساطة نقول نضع مثلا وضع مثلا إيكغيك يساوي تي، أو ضع زد يساوي تي فقط. الآن مثلا قمنا بوضع مثلا إيكغيك يساوي تي، ماذا تعطي لكم؟ 2x ناقص 3 تي فتحة زائد زد ناقص 1 يساوي 0، وماذا؟ وإكس زائد تي زائد زد ناقص 1 يساوي 0. الآن إيجاد ماذا؟ إيجاد إكس وزد بدلالة تي. ماذا الآن كيف أفعل؟ ما رأيكم بضرب هذه المعادلة مثلا في ماذا؟ في ناقص 1 حتى نتخلص من زد. ماذا تعطي لكم؟ لاحظوا تعطي لكم، سأكتب هذه الأولى 2 إكس ناقص 3 تي فتحة زائد زد ناقص 1 يساوي الصفر. والثانية ماذا تصبح؟ تصبح ماذا؟ قل ضربها في تصبح ناقص إكس ناقص تي فتحة ناقص زد زائد 1 يساوي الصفر بالجمع. هذا يذهب، ماذا تعطي لكم؟ إكس وهذا مع هذا ناقص 4 تي فتحة وهذا مع هذا صفر. يصبح إكس ماذا يساوي؟ ها هو أمامه يصبح 4 تي فتحة. ها هو بقي لنا الزاد. نقوم بعملية تعويض مثلا هذه القيمة مثلا هنا، نعوضها مثلا هنا، نعوضها هنا، يبقى ما هو المجهول؟ يبقى هو المجهول هو زاد. نستنتج أن هذا هو التمثيل الوسيطي بكل بساطة، لكن احذروا من هذه الحالات الخاصة. يوجد حالات خاصة صعبة أن تعين لها تقاطع، يعني لو أعطينا هذا المستوي إكس يساوي الصفر وإيكغيك يساوي الصفر، هذا مستويان وهما متعامدان. لو تلاحظوا لاحظوا آن يساوي 1 0 0، وهنا مثلا آن فتحة الذي هو 0 1 0، لأن الإكس لا يوجد والإيكغيك لا يوجد والزد لا يوجد والإكس لاحظ هذا سلمي، هذا آن سلمي آن فتحة، هذا في هذا الصفر زائد هذا في هذا الصفر زائد هذا في هذا الصفر، فهما متعامدان، يعني آن يعامد آن فتحة، فهما يتقاطعان وفق ماذا؟ مستقيم. كيف أستخرج تمثيله الوسيطي؟ بكل بساطة تمثيل الوسيطي لهذا المستوي لهذا المستقيم الذي ينتج عليهما، لأنه هذا يعني مثلهم كمثل هذا وماذا؟ وهذا. ها هو المستقيم الذي ينتج بينهما، هذا أو ربما هذا، هذا ومع هذا يعطينا لكم هذا. المهم بكل بساطة لاحظوا إكس كم؟ صفر، وإيكغيك كم؟ صفر. إذا مباشرة نقول زد يساوي تي. هذا هو التمثيل الوسيطي حيث تي ينتمي إلى ار. إذا هذا هو هذا هو التمثيل الوسيطي المستقيم الناتج عن هذان المستويان، حيث شعاعه توجيه هو صفر. شعاع التوجيه لا سميناه في، سميناه في صفر صفر واحد. لو أعطانا مثلا إكس يساوي الصفر وزاد يساوي الصفر، هما متعامدان، ما هو التمثيل الوسيطي المستقيم؟ هو هذا، وإيكغيك يساوي تي. هذا هو التمثيل الوسيطي للمستقيم الناتج عنهما. نكمل، نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده. قال عين بعد النقطة عن مستوي الأولى عن مستوي. ها هي بعد النقطة عن مستوي، تعلمون بالقاعدة، عندكم مستوي وعندكم كل شيء، أن المستوي ها هو المستوي بي، وها هي النقطة ماذا؟ دي. قوموا بالتعويض فقط تجدون هذا، ثم استنتج المسافة بين ماذا؟ دي وماذا؟ ودالتا. استنتاج مسافة بين نقطة ومستقيم، لأن لا يوجد لنا قانون، يوجد لنا قانون بعد نقطة عن مستوي، أما بعد نقطة عن مستقيم لا يوجد، تستنتج فقط. نتابع، لاحظوا وجدنا البعد هذا هو، ننتبه لاحظوا ها هو المستوي ABC وها هو المستوي P، انتبه فقط، هذه المسافة عندنا، هذه المسافة D عندنا، وهذه D فتحة عندنا، التي هي ماذا؟ هذه المسافة بين ماذا؟ هذه دي هي المسافة بين النقطة دي والمستوي بي، ها هي. وهذه المسافة ما هي؟ هي لا سميناها دي اثنان أو دي فتحة، ما هي؟ هي بعد النقطة دي عن ماذا؟ عن مستوي ABC. يصبح ما هو هذا المثلث؟ يصبح قائم. هذا المثلث كما أشرح يصبح قائم. تصبح ماذا؟ تصبح هذا البعد إذا سميناه دي فتحة، هذا دي فتحة يساوينا نسميه، إذا نسمي هذه دي واحد دي اثنان، وهذه مثلا نسميها دي، تصبح دي مربع يساوينا دي واحد مربع زائد دي اثنين مربع. ونكمل، يعني لاحظوا هنا أنا أقوم بعملية الشرح. ها هي تخرج بنا تقريبا، ها هي بنظرية بأن المثلث قائم، نظرية فيثاغورس. ها هي هذه المسافة، أكرر هذه المسافة تساوي هذه مربع زائد هذه مربع. ها هي مسافة مربع ومسافة مربع. عندنا ترجعون الفيديو تجدون المسافات كلاهما موجودتان. ها هي المسافة أمامكم بنظرية فيثاغورس، لأن المثلث قائم، ها هو قائم أمامكم. نأتي للسؤال الذي جاء بعده. قالنا ما هو السؤال؟ لاحظوا ها هو السؤال، ها هو السؤال. قال لي تكون النقطة MT فتحة، MT فتحة، MT فتحة، MT فتحة، ولو تعلمون أنها هي التمثيل، هذه هي التمثيل وسيطي لمن؟ للمستقيم ماذا؟ دالتا فتحة. قال لك عبر عن المسافة دي ام تي، دي ام تي فتحة بدلالة تي، يعني نقول دي ام تي هذه مسافة ماذا تصبح؟ تساوي لكم بعد نقطتين تساوي هكذا اكس ناقص اكس تي ناقص ماذا؟ ناقص إحداثية الدي، ها هي تصبح زائد 4 مربع زائد إيكغيك تي بدال تي يعني ناقص 2 مربع زائد زد تي ناقص 1 مربع. إلا أنه ننتبه جيدا، نرجع إلى التمثيل الوسيطي، ننتبه، ها هو التمثيل الوسيطي المستقيم دي فتحة، ها هو أمامكم، هو 4 تي مربع و 4 تي فتحة و تي فتحة و1 ناقص 5 تي، تي فتحة. لاحظوا جيدا هكذا. نأتي بماذا؟ هذه قلنا إكس تساوي وإيكغيك تساوي وزاد تساوي، هذا التمثيل الوسيطي لمن؟ ها هي أمامكم إكس تساوي 4 تي وإيكغيك يساوي تي فتحة بالآخر وزاد يساوي لنا كم؟ ناقص 5 تي فتحة. قمنا بماذا؟ بتعويض هذه في هذا المكان وهذه في هذا المكان وهذه في هذا المكان. ماذا يبقى لنا بالداخل المجهول؟ هو التي فتحة. وقمنا هنا، هاي عوضت هنا وعوضت هنا وعوضت هنا كما أريكم، وقمت بعملية جداءات شهيرة، قمت بعملية النشر، فتحصلت في الأخير على هذا هو السؤال. قال دي ام تي بدلالة تي فتحة، هاي بدلالة تي فتحة. الآن ثم السؤال الذي جاء، قال ادرس اتجاه التغير. لو تلاحظون إلى هذه العبارة أصبحت عبارة عن دالة متغير وهو التي فتحة. دراسة تغيراتها يعني المشتقة. كما تعلمون أن مشتق دالة الجذرية، يعني هذه التي تكتب هكذا، مشتقها كم؟ هو اف فتحة على 2 جذر اف، يعني مشتق ما بداخل الجذر على 2 في الدالة مباشرة. نشتق هذه التي بالداخل كم؟ تعطي لنا ماذا؟ تعطينا 84، نعم تعطينا 84 تي فتحة زائد 28، وتي يذهب فتحة والعشرون تذهب على 2 في جذر نفس الدالة. نعود نكتبها 42 تي فتحة زائد 28 تي زائد 20. سنختزل، لاحظوا سنقوم بعملية الاختزال هنا وهنا. ماذا تعطي لكم؟ تعطي لكم كما تلاحظون هنا، ها هي المقام موجب أنه جذر. نأتي إلى البسط. بسط واش من درجة؟ بأي درجة؟ هو من الدرجة الأولى، والدرجة الأولى يعني نجعلها معادلة صفرية فقط، يعني تصبح هكذا، تصبح 42 تي فتحة زائد 14 يساوي 0، 42 تي فتحة يساوي لنا ناقص 14، ومنه تي فتحة يساوي لنا ناقص 14 على 42، تي فتحة يساوي لنا ماذا؟ هنا لو نقسم على 3 تعطي لنا ناقص 1 على ماذا؟ على 3، لاحظ ناقص 1 على 3. الآن نجعل جدول إشارة فقط. ها هي 42 تي فتحة ناقص زائد 14 تنعدم عند ناقص 1 على 3 معادلة من الدرجة الأولى. هنا هكذا، من هنا عكس ومن هنا ماذا؟ نفس. لاحظوا لو نأتي إلى وضع F يعني نكمل هكذا، تصبح هكذا وهكذا. هنا تي فتحة لاحظوا جيدا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. لاحظوا هنا ماذا تصبح لكم؟ تصبح F. لماذا؟ لناقص 1 على 3، لأن قلت هذه من الدرجة الأولى. لاحظوا جيدا لهذا ها هو يتكلم. هنا متناقصة وهنا متزايدة. نست انتقال سؤال الذي جاء بعده. لاحظوا قال استنتج بطريقة ثانية المسافة بين دي ودالتا فتحة. ما هي المسافة؟ بكل بساطة هي القيمة الحدية الصغرى، هي هذه، هي القيمة الحدية الصغرى. هذه القيمة هي التي تمثل لنا، هذه القيمة هي التي تمثل لنا بعد نقطة عن مستقيم. وها قمنا بالحساب هنا كما تلاحظون، قمنا بالتعويض في الدالة، يعني قمنا بالتعويض في هذا المكان كما أشير هنا، قمنا بالتعويض في هذه الدالة بماذا؟ بناقص 1 على 3. لاحظوا ماذا وجدنا؟ وجدنا نفس المسافة التي وجدناها بالطريقة الأولى. ها هي أمامكم، ها هي أمامكم مكرر. إذا هنا بعبارة بالدالة. نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده. قال أدرس الوضع النسبي لمستقيمين دالتا ودالتا فتحة. دالتا وماذا؟ ودالتا فتحة. لدراسة الوضع النسبي لمستويان، لاحظوا جيدا، لدراسة الوضع النسبي لمستويان أولا يجب على المستقيمين أن لا يكونا متوازيان. إذا كان متوازيان، لاحظوا إذا كان متوازيان مباشرة نقول، لأن التمثيل الوسيطي لكل مستقيم هو هذا، هو إكس يساوينا 2 تي وإيجراج يساوينا ناقص 1 ناقص 3 تي، وزاد نبحث عليه في المعادلة الأخرى. لاحظوا ها هو، والمستوي الذي قبله كذلك. إذا حتى نكمل يعني نحل هذه الجملة. وجدنا تي وتي فتحة، لاحظوا جيدا وجدنا تي وتي فتحة. لما قمنا بتعويض هذه هنا وهذه هنا لم نجد أنهما نفس النقطة، يعني لم نجد نفس النقطة. ها هي أمامكم، لم نجد نفس النقطة. الاختلاف أين يحدث؟ لاحظوا لو تلاحظون الاختلاف أين؟ لاحظوا إلى الاختلاف هو بين هذه وهذه وهذه وهذه. لا لا، الاختلاف كان، عفوا، الاختلاف كان هنا في الزاد، ومنه ليس لا ينتمين إلى نفس المستوي. أما إذا يكون من نفس المستوي، إذا كانت كل الإحداثيات هذه وهذه متساويتان، فنقول عليهم أنهم من نفس المستوي فقط. نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده. قال لاحظوا أعطي المعادلة الديكارتية للمستوي المحوري أم أن، حيث أعطوا لكم إحداثيات الآم والآن. لاحظوا ها هي آم وهي آن. قال هو المستوي المحوري، يعني يمر هنا من المنتصف ويكون عمودي. لو تلاحظون جيدا يعين مستوي بماذا؟ بنقطة هي المركز، هي المنتصف، والشعاع الناظمي هو هذا في نفسه، يصبح شعاع ناظمي. لاحظوا لاحظوا إنه شعاع ناظمي. ها هو أمامكم، ها هو أمامكم. إذا لاحظوا ماذا قلت، ها هو الشعاع الناظمي أمام، والمنتصف ها هو. تعرفون قاعدة المنتصف هي الفاصلة هذه زائد فاصلة هذه على 2، وترتيبة هذه على 2 وزاد هذه على زاد هذه على 2 تعطي لكم نقطة اش. إذن وبعدها بعد التعويض سنقوم باستخراج هذه هي معادلة المستوي كي. إذن بكل بساطة أو كا. مباشرة سنكمل. لاحظوا جيدا السؤال الذي جاء بعدها قال عين تقاطع المستويات الثلاثة B وABC بكل بساطة. لاحظوا عندنا المستوي ك مع المستقيم دلتا فتحة يحدث بينهم أن استخرجنا بينهما نقطة. إذن كيف؟ بنفس الطريقة قمنا بإتيان معادلة التمثيل الوسيطي بدلالة T فتحة وقمنا بتعويضه في هذا المكان في المستوي الذي تحصلنا عليه الآن. ها هو أمامكم. قمنا بإتيان التمثيل الوسيطي ووضعناه هنا فتحصلنا على ماذا؟ فتحصلنا على T كم؟ 0. وبعدها قمنا بتعويضه في ماذا؟ في التمثيل الوسيطي فتحصلنا على النقطة. ما هي؟ نقطة H. لما تحصلنا على النقطة H وها هو التمثيل الوسيطي أمامكم لدالتا فتحة وها هو المستوي كي أمامكم. قمت يعني بتعويض هكذا فتحصلت على T فتحة هي 0 ثم أتيت وعوضتها هنا فخرجت هذه النقطة مباشرة. الآن نكمل تعيين نقاط تقاطع الثلاثة. إذا تحصلنا على النقطة هذه H. نكمل. إذا أصبحت النقطة الأخيرة التي تنتج عليهم هي النقطة لأن P وABC يعطي لنا ماذا؟ دالتا فتحة. الآن دالتا فتحة تقاطع مع Q. استخرجنا قيمة T وعوضناها في معادلة المستوي كي فتحة كي فاستخرجنا بهذه النقطة مباشرة. نأتي إلى السؤال عين إحداثيات النقطتين جي وجي فتحة اللي هي المرجح. أولا لاحظوا هذا ليس مرجح، مركز ثقل. مركز الثقل كملاحظة دائما هو المعاملات هي A1 وB1 وC1. هذه من خصائص مركز ثقل. إذا كان 4 نقاط 1 1 1، إذا كان 3 1 1، إذا كان 2 1 1. كلمة ماذا؟ مركز ثقل هو المرجح ذو المعاملات 1 1 1. وتعلمون قاعدة المرجح، فاصلة النقطة في المعامل هو 1 وفاصلة النقطة على مجموع المعاملات هو 3. ها هي أعطت لكم كم. قوموا بالتعويض. ها هم الإحداثيات أمامكم الآن. ها هم الإحداثيات A وB وC. عوضوهم هنا ستجدون هذه النقطة. أما الثانية التي هي، لاحظوا جيدا سأقوم بتوضيح التمرين. أما النقطة جي فتحة، ها هي النقطة جي فتحة، عدد المعاملات كم؟ 3 ناقص 1 زائد 1 كم؟ 3. يصبح ماذا؟ فاصلة النقطة A في معاملها زائد فاصلة النقطة B في معاملها زائد نقطة C في معاملها على مجموع المعاملات هو 3. ها هو أمامكم مشروع. وها هي النقطة جي فتحة بكل بساطة. نأتي إلى تعيين مجموعة النقاط. عين مجموعة النقاط في كل حالة. لاحظوا هنا كم معامل هذه وهذه وهذه، أو تلاحظون أنه 1 و1 و1. ما هو؟ إذن هذه 1 و1 و1 شرحتها من قبل، قلت هكذا A1 B1 وC1. هذه الجملة مثقلة. ما هو مرجحها؟ هو جي. إذن كم نتحصل؟ نتحصل على 3 هنا، 3 أم جي يساوي ماذا؟ يساوي 6. لماذا؟ لو تدخلون، لاحظوا لو نقوم بإدخال هنا النقطة جي، إذن هذه الجملة مرجحها هو جي. تصبح ام جي زائد جي ا زائد ام جي زائد جي بي زائد ام جي زائد جي سي يساوي ام جي تعطينا 3 ام جي زائد جي ا زائد جي بي زائد جي سي. هذه تعطي لكم الشعاع المعدوم لأنه جي مرجح. إذن هذا يذهب، هذه الزيادة تذهب. ماذا بيبقى؟ يبقى لنا هذا هو اللي قمنا بتعويضه هنا. وبما أنها طول يعني يذهب الطاولة وتذهب كل شيء. ماذا يبقى لكم؟ يبقى لكم هكذا، يبقى لكم 3 ام جي لأنه طول يساوي 6، يصبح ام جي يساوينا ماذا؟ يساوينا 2. هذا ثابت وهذا ثابت وهذه متحركة. مباشرة لما يكون عندكم هكذا يساوي ثابت ام في جهة واحدة، يعني ام هنا فقط ليس في هذه الاتجاه، في هذا الجهة. اعلموا أنه مباشرة سطح كرة مركزه النقطة الثابتة. ما هي النقطة الثابتة التي عندكم هنا؟ النقطة الثابتة، لاحظوا ما هي النقطة الثابتة، أكرر النقطة الثابتة هي جي، ونصف القطر ما هو؟ هو هذا العدد. إذن هي سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها 2. لو كانت هنا عندكم تساوينا ام جي تساوينا ا بي، لكن ا بي لو تحسبونه في الآخر ستجدونه عدد، معناه مثل 5، تصبح ام جي تساوي 5. هذا كذلك سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها ا بي فقط. نكمل مع السؤال الآخر، تابعوا جيدا. لاحظوا واحد معامل واحد معامل واحد معامل واحد، لاحظوا معامل 3 وناقص 1 و1. هذه الجملة كم هو مرجحها؟ هو جي، وهذه هي جي فتحة. ماذا تصبح لديكم؟ لاحظوا بعد ذهاب كل الأشعة، ذهاب كل الأشعة تعطيكم 3 ام جي يساوي لنا 3 ام جي فتحة. يصبح لنا ام جي يساوي لنا ام جي فتحة. مباشرة لو تلاحظون أنها مسافة تساوي مسافة، يعني هكذا جي وجي فتحة. ام أين تكون؟ تكون في هذا المكان، أو يمكن أن تكون في هذا المكان كذلك، أو يمكن أن تكون في هذا المكان، أو يكون في هذا المكان. ماذا تعطي لكم؟ تعطي لكم مستوي محوري للقطعة جي جي فتحة فقط. الآن نأتي إلى السؤال الآخر لهذه الحالة. أم أ زائد أم بي زائد أم سي، أكيد تعرفون أنها تعطي لكم 3 أم جي. أما الآن هذه الجملة لا تقبل مرجح. لماذا؟ لو تنتبهوا معي، المعامل 2 وناقص 1 وناقص 1، شوفوا لاحظوا تعطيكم 0، فالجملة لا تقبل مرجح. هذه الجملة التي من هذا الطرف تقبل مرجح، أعطتنا 3 أم جي، أما هذه لا تقبل مرجح. إلا أنه لاحظوا ماذا نفعل؟ سنقسم هذه إلى طرفين. لاحظوا مثلا لو نأتي إلى هذه الجملة، لاحظوا إلى هذه وهذه، ونجعل بينهما مثلا مرجح هو F، فماذا تصبح لكم؟ تصبح 2 أم ماذا؟ أم F، لا أم F عفوا، تعطي لكم أم F، أم F ناقص أم سي. لو نأتي إلى هذا ماذا يعطي لكم؟ الآن تابعوا، يعني سأقوم بعملية الشرح هنا. لاحظوا هنا تعطي لنا هذا، إلا أنه أعطت لنا آ بي زائد آ سي، آ بي زائد آ سي. ها هي آ بي، أشرح هنا كي تفهموا كثيرا. آ بي زائد آم سي، آ سي يعطي لكم هذا الشعاع المركبة، هذا زائد هذا يعطي لكم المركبة هذه، يصبح ماذا؟ يساوي آ أو. ولكن أو لا يوجد عندي إحداثيها. آ أو ما هي آ أو؟ آ أو هي مرتان من آ اف، تصبح ام جي يساوينا 2/3 آ اف. لاحظوا بما أن الرباعي آ بي أو سي متوازي أضلاع، فإن اف هي نقطة تقاطع آ أو وبي سي، أي هي منتصف بي سي. منتصف بي سي سنقوم بإحداثية، تعرفون كيفية استخراج إحداثية منتصف، هذا زائد هذا على 2 وهذا زائد هذا على 2 وهذا زائد على 2، تعطي لكم نقطة اف. تصبح سنقوم بحساب الطول آ اف، ها هو الطول آ اف. إذا تعطي لكم ام جي يساوينا جذر 3، وهذه ما هي؟ هي سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها 3، تابعوا فقط ستلاحظون كيف أقوم بالعمل. نأتي إلى هذا السؤال كذلك. لو تلاحظون هذه جي وهذه ماذا؟ جي فتحة. ماذا نتحصل؟ نعطيها 3 أم جي شعاعيا سلميا، ها هي السلمي في 3 أم جي فتحة يساوي الصفر، تصبح 9 أم جي سلمي أم جي فتحة يساوي الصفر. هل 9 يساوي صفر؟ لا يمكن أن 9 يساوي صفر، تصبح أم جي سلمي أم جي فتحة يساوي الصفر. لو تلاحظون إلى هذه، شوفوا لاحظوا، لو نأتي بإحداثيات هذه الآم هي إكس وهذه هي إكس، إكس في إكس، إكس مربع، وإيكغيك، إيكغيك في إيكغيك، إيكغيك مربع، وزاد في زاد هي زاد مربع. لو تلاحظون هذه الثلاثية لإكس مربع وإيكغيك مربع وزاد مربع هي ماذا؟ هي سطح كرة، هي سطح كرة قطرها جي فتحة بكل بساطة، حيث الجي عندكم إحداثيات والجي فتحة عندكم إحداثيات. نكمل مع السؤال الآخر. 3 أم أ كذلك نفس الشيء، لاحظوا جيدا هذه لو تلاحظون هي جي فتحة هي المرجح، أما هذه لاحظ سألعب بها أ هكذا ناقص أم بي. ما رأيكم بماذا؟ بقلب هذا الشعاع، أصبح ناقص أ أم ناقص أم بي، قلبت هذا فقط، نستخرج الناقص، يصبح أ أم زائد أم بي حسب علاقة شال، تصبح ماذا؟ أ بي، تصبح ناقص أ بي، وناقص أ بي ما هو؟ هو أ بي أ. لهذا لاحظوا هنا نتحصل على، لاحظوا ماذا تحصلنا هنا، هذه تعطي لكم 3 أم جي فتحة، وهذه بأ التي تحصلت عليها. هذه ماذا؟ بما أن الثلاثة لا تساوي صفر فإنها كذا، وهذه ماذا تعطي لكم؟ لاحظوا لو نعوض، لاحظوا فقط، لاحظوا كيف هكذا أ بي أو بي أ يساوي صفر لأن ذهب كل شيء. إحداثيات هذه إكس وإيكغيك وزاد، وهنا أعداد، لاحظوا مثلا ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 مثلا في شعاع أ بي مثلا 5 مثلا 6 4 تساوينا الصفر. لو تنشرون هل تتحصل على معادلة سطح كرة؟ لا، لأن الإكس مربع لا يوجد. هذه مستوي مباشرة، مستوي الذي يشمل النقطة الثابتة هذه، وهذا أ بي شعاع ناظمي له، ناظمي له فقط. نأتي إلى الحالة الأخيرة. الحالة الأخيرة لاحظ لو تلاحظون المعاملات 1 1 1 يصبح جي هو المرجح إلا أنه مربع. كيف فعلنا؟ لاحظوا جيدا، قلنا مربع، هذا ها هي مربع لأنه طول، وهذا كذلك طول، هذا كذلك طول، وهذا كذلك طول. قال كيف تحولت من الشعاع إلى اللا؟ هذا ليس جداء شعاع إنما جداء سلمي، والجداء السلمي وطول هكذا وهكذا وهكذا. ما رأيكم أن ندخل الجي مرجح، لأن قلنا الجي هو المرجح، ندخله في كل علاقة هنا وهنا وهنا مع محافظة على يعني هكذا أم أ مربع يساوي ماذا؟ ندخل الجي هنا في الوسط لأنه مرجح، يصبح أم جي زائد جي أ هكذا مربع، وهذا جداء شهير نقوم بنشره، يصبح أم جي مربع زائد جي أ مربع زائد 2 أم جي سلمي جي أ. يعني بهذه قمنا النشر. لاحظوا قمنا كذلك إدخال هنا وهنا وهنا تعطي 30. قمنا بعملية النشر، لاحظوا النشر، ثم استخرجنا أنه لو أنشروا تجدون 3 أم جي مربع، وهنا جي أ مربع وجي بي مربع وجي سي مربع. يبقى لكم هنا استخرجوا ماذا؟ استخرجوا 2 أم جي، انشروا واستخرجوا 2 أم جي عن مشترك. لاحظوا يبقى لكم هذا ما هو؟ بما أن جي مرجح يعطيكم الشعاع المعدوم، إذن هذه كلها تذهب إلى الصفر، يبقى لكم إلا هذه تساوي هذا. هذه ماذا قلنا؟ ننقلهم كلهم، هذه ننقلهم إلى الأطراف الأخرى. شوفوا لاحظوا ماذا أصبح لديكم. سأقوم بعملية المحي حتى يتسنى لكم الرؤية الواضحة. انقلنا. سنحسب الأطوال هذه وهذا، يحسب كطول، لاحظوا حسبنا الطول هذا وحسبنا كذلك هذا الطول وحسبنا كذلك وعوضناهم، وجدنا 3 أمجي مربع يساوينا ماذا؟ يساوينا 12. يصبح أمجي مربع يساوينا 12 على 3، إذا أمجي مربع يساوي 4 مربع، إذا أمجي يساوي جذر 4. أصبح أمجي يساوي كم؟ يساوينا 2. ما هي هذه؟ ثابت وهذا ثابت، سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها 2. إذا هذه تعطي لكم سطح كرة مركزها ماذا؟ مركزها جي، مركزها جي ونصف القطر تاعها كم؟ 2 فقط. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وأتمنى أن يعجبكم الشرح، وجزاكم الله خيرا، وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو. شكرا.